وهنبدأ بقى بالترتيب كده. الحمل أول برج. تمام. الحمل أنا بشوف إنه الفن أو الرسم هما مولودين في الربيع، ومن الناس اللي بتلاحظ جدا جمال الطبيعة وبيحبوا يسجلوا جمال الطبيعة، وتلاقي دايما عندهم موهبة. طبيعة بس ولا ممكن بقى فن ميك اب؟ ممكن ممكن تلاقيهم شاطرين في الميك اب كمان، بس هما في الرسم شاطر، يعني عموما ايدهم حلوة في الرسم. بشوف كمان ان هما في التمثيل الرجالة دونجوانات، يعني رجالة الحمل ممكن يبقوا في في مين التمثيل ممثلين هايلين. معروفين؟ في عمر الشريف، في أوه احمد طبعا رمزي، فعلا دون جوانات. وحسين فهمي، الله، كلهم حاجات جميلة، فكلهم دون جوانات. كلهم حمل. عرفنا دلوقتي. كمان في الرياضة بشوف انه ممكن يبقى بيلعب بوكس، يعني هم من موهبتهم رياضيين. وبالذات البوكس، هم عندهم بيطلعوا الطاقة، عندهم شوية عندهم طاقة فيها عنف حبة، فحتى احمد رمزي كان بيلعب بوكس يعني. فبلاقي كتير من مواليد الحمل بيميلوا ان هم او يحترفوا مهنة البوكس يعني.